هلا هلا يا احمد، عندك هنا؟ ليش لا شوف عمي؟ ليش لا شوف عمي؟ حضر؟ حزف صحي شو؟ شو؟ مجد، شو تحب توجه رسالة للحكومة بهالحجر الصحي؟ حكومة فاشلة؟ مجد ترى والله راح ينشر باليوتيوب. مجد ثبت على كلامك. هسه ثبت على كلامك. والله صاير سبع يا ول. هم ما يدرسون الموضوع، يعني من يستنطون حضر شامل، ما تقول هالعماله وين راح تروح؟ هسه احنا حضر وقاعدين، ماذا نشتغل؟ لا مو احنا عندنا مطارات وانت اخذت البدرابي، عنده سيارة وين يروح؟ احنا لازم تدري شنو، ها؟ اذا يسوون علينا حجر صحي لازم يركبون مطارات سيف. دمرنا حجر الصحي صم. ايوه انت رجع اصور وجع ضوي لك. مش فيديو يوم هسه احنا ما بينا كورونا. صدق ايش مدري بعد ما بينا كورونا مجيد. عمي طب بينا كورونا وتطلع واحنا ما ندري. صدق تروح وتجي، احنا ما ندري والله. يعني مجيد بالله علي، مجيد تشوف بيك كورونا ولا ما بيك؟ حط الجهاز على خشمه. مجيد قح، هي قحة قول اخ ويا القحة. معود هذا صديقي توفى على حال احمد ماضي، يقولون هو بي سرطان. ايه يقولون بي كورونا. لما هذا واحد من قرابتنا هم توفى، شايب ايش كبر عنده قال ما شنو ناشر الكيا بقناة سامرة بي كورونا. واحد يمنا هم عندك مرض كلياته سووا كورونا. شنو بس سووا كورونا؟ هو عنده مرض والله سيب كذا، لو موت ما صار المستشفى نصر المستشفى يشلبون بيه يسوون بيه كورونا. كورونا مجيد انت تحب توجه رسالة للمسؤولين؟ مجيد 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 اليوم تدري شو تحب توجه رسالة للمسؤولين؟ يعني هم مسويين حضر وما جاي ينطون فلوس لهاي الناس الفقراء اللي قاعدة اجار، انت مثل قاعدة اجار. انا نصيصة الفقير وين يتشمان. يا ول والله النواب تدري ايش كثر يستلمون؟ 39 مليون. هسه هذا الكاظم وقف الرواتب مالتهم. والله الكاظم اخوي جاي يشتغل شغل. اي والله اي والله. سلام عينا عنده.